هذه الحلقة برعاية فودافون قطر. السلام عليكم، أكبر حدث في العالم انطلق وأنا أعيش الحلم يوميا. أكيد حضرتوا فلوج حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور. اليوم رح نتوقف مع ملاحظاتي الخاصة على أول أربع مباريات لعبت حتى الآن. قطر والإكوادور، إنجلترا وإيران، هولندا والسنغال، وأمريكا وويلز. جاهزين لأول حلقة تحليلية تثقيفية في كأس العالم؟ انطلقنا. الإكوادور تصعق الطموح القطري وتخمد فرحتنا بفوز مستحق 2-0 في استاد البيت المونديالي. المنتخب القطري قدم مباراة سيئة للغاية، في حين المنتخب الإكوادوري قدم مباراة خالية من أي عيوب ونقص. ثقة المنتخب الإكوادوري فاقت الخيال، كنت حاضر في الملعب وشفت كل شيء بعيني. المنتخب القطري الحدث أمامه كان كبير جدا، هدول هم أول 11 لاعب بمثلوا قطر في تاريخها في بطولات كأس العالم. 12 عام من التحضير والاستعداد، فرحتنا بروعة التنظيم وحفل الافتتاح المبهر وإخراس كل من تطاول على أحقية قطر بالتنظيم. قطر ألجمت الجميع تنظيميا، ولكن المنتخب القطري أفسد فرحتنا. الارتباك قتل المنتخب القطري، أعلم يقينا ما يمتلك هؤلاء اللاعبين من إمكانيات. هذا المنتخب قدم أسوأ مباراة له في آخر أربع أعوام، أعطيك بالدليل أن الموضوع نفسي بحت ومش فني. هذا المنتخب القطري نفسه سبق له أن انتصر على ذات المنتخب الإكوادوري قبل فترة. طيب شو اختلف الآن؟ أمرين اثنين احفظوهم جيدا، عظم المسؤولية وضخامة الحدث أثرت سلبا على المنتخب القطري. اثنين، الخبرة والتمرس في المحافل الكبرى صب في صالح الإكوادور. إيش في المنتخب القطري مش عارف يعمل ثلاث تمريرات فقط؟ الكرة لا تمكث معهم لخمس ثواني فقط ثم تقطع، وتسعين دقيقة ما فيه ولا فرصة حقيقية ولا أي تهديد. يعني قطعا فيليكس سانشيز مدرب المنتخب شاهد وراقب ووجه وحاول، ولكن لا أمل يرجى. المشكلة هون في المخ والقلب، القلب خايف مرعوب من الخسارة والتفشيلة، والعقل مش مستوعب إنه بيلعب في كأس العالم أمام 5 مليار بني آدم. هنا ظهر الفرق المهول، في حين نجوم الإكوادور متمرسين على مواجهات البرازيل والأرجنتين والقوة العظمى، وكان لهم ظهور في موديل 2014 في مجموعة فرنسا. التمرس والتعود والخبرة وقوة المنافسة تلعب دور كبير. الإكوادور لم تخشى قطر، لعبت لعبها الطبيعي، بس قطر ما لعبت أبدا بحقيقة أدائها. وبالدليل كمان مرة، خذ نفس الفريقين والتشكيلتين ولعبهم مباراة ودية، لن يحصل ذات الأمر المحرج للمنتخب القطري. الله أكبر، تمريرتين مش عارفين نعمل، عجز رهيب عن الوصول للمرمى الإكوادوري، حلول ضعيفة، وحل من لا حل له وهو الكرات الطويلة في مناطق الإكوادور، على وعسى يخطئ المدافعين في تقديرها. أضعف حيلة في العالم الاجتهاد، ما بيعملها إلا اللي فاقد الحلول وعاجز عن الاختراق ومجارات الخصم. سوء رقابة في الخلف وخط كامل يضرب بتمريرة واحدة خلف الخطوط، تبهدلنا رسميا من الآخر. وأنا لا أجامل ولا أحابي في التحليل أبدا، ما أسوأ انتشار المنتخب القطري وما أروع بالنسبة للمنتخب الإكوادوري. مساحات شاسعة بين الخطوط تركوها لاعبو المنتخب القطري، وبالمقابل شراسة وجدية وحسن تنظيم مخيف عند الإكوادور. الإكوادور تفوق لاعبوها في كل الحوارات البدنية والهوائية، ارتباك فظيع صاحب كل لاعبي العنابي، وإذا الحارس ما زملائه الثقة فعل الدنيا السلام. سعد الشيب بدأ الأمر وأكمل كل زملائه من بعده، صدقوني هي رهبة البطولة. كرة القدم مليون مرة قلت لكم، العامل النفسي فيها لا يقل أهمية عن العامل الفني. اللاعبين بيحاولوا يتخلصوا من الكرة بأسرع طريقة دون تفكير، لا يوجد أي شكل للبناء الهجومي، فراغ قاتل في خط الوسط، عشوائية قاتلة طغت على المشهد. طيب ما الحل لهي الأزمة؟ أنا لو مكان المدرب شو بطلب من لاعبيني الآن في ظل علمي ويقيني بخوفهم وقلة ثقتهم بأنفسهم؟ الحل هو أن يجد المنتخب وسيلة للاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن ما يمنح الثقة للاعبين. وهون بطلب من كل اللاعبين سرعة البحث عن أفضل لاعبين في المنتخب في مهارة الاحتفاظ بالكرة وصعوبة قطعها منهم، وهم أكرم عفيف وكريم بوضياف، مع العلم إنهم الاثنين قدموا مباراة غاية في السوق، بس ما باليد حيلة. اللاعبين محتاجين يمسكوا كرة. بالمقابل يا عفو الله، ما أروع انتشار لاعبة الإكوادور، سرعة تناقل رهيب للكرة، حافظين أدوارهم عن ظهر قلب. ظهيرهم الأيسر ستوبينان كان مصدر خطر وقلق دائم للمنتخب القطري. الظهير الأيمن بريسيادو على الرغم من قصر قامته هلك المنتخب القطري بانطلاقاته وسرعة ارتداده وعودته للخلف وفوزه بالصراعات البدنية. ثنائي الوسط الإكوادوري مينديس وكايسيدو نحوا الوسط القطري وتفوقوا عليه تماما. أما ما فعله إينر فالنسيا فهو الجنون بعينه، يخرب بيته ما ألعبه يا ناس، شو الثقة اللي عنده؟ سجل الأهداف الثلاثة لمنتخب بلاده وإن كان اللغة الأول بتدخل الفار، بس التمركز والفينش خيالي، دائما يتواجد في مكان الخطر، لمسته سم على المرمى، خطر داهم لا يتوقف. هو حاليا هداف الدوري التركي مع فريقه فينرباتشي، مسجل 13 هدف في 13 جولة ويقود فريقه لصدارة الدوري التركي. موسم خيالي لإينر فالنسيا ويكمل ما بدأه هنا في كأس العالم. يتسبب بركلة الجزاء في الهدف الأول ويحرزها بنفسه بثقة مخيفة، ثم يسجل الهدف الثاني برأسية موجهة مصحوبة بقوة ضرب وتمركز خيال في خيال، ليسجل الهدفين الدوليين 36 و37 مع المنتخب ويؤكد صدارته التاريخية لهدافي البلاد. هذا الأداء الخيالي من المنتخب الإكوادوري يخول بسهولة أن يتأهل من هاي المجموعة بصحبة المنتخب الهولندي. منتخب لاتيني عنيف تأهل على حساب تشيلي والبيرو لكأس العالم. حق لا
له التواجد في المونديال. ثم في شيء لفت انتباهي بحكم تواجدي في الملعب، وهو الجمهور الإكوادوري الطاغي بلونه الأصفر، ما منح لاعبهم ثقة وقوة بتواجدهم خلفهم. واللاعب في النهاية إنسان ويتأثر بالعوامل المحيطة به. خسر المنتخب القطري لرهبة الحدث وقلة الثقة بالنفس وعظم المسؤولية. أن لا تصل لمرمى الخصم، هذا يعني في خلل كبير بالعقلية والنفسية قبل الفنية. ثم علميا أي شخص يقدم على شيء وهو خايف راح يخسر 50% على الأقل من قوته وجودته. أتمنى إنه ما شاهدته أمام الإكوادور لا يتكرر أمام هولندا والسنغال، فالمنتخب القطري يمتلك إمكانيات أفضل من هذه يقينا. فإذا كانت الخسارة أمام الإكوادور لكسر الجليد، فالآن قامت الحجة أمام هولندا والسنغال. إن شاء الله نشوف المنتخب اللي شرفنا ورفع راسنا في كأس آسيا 2019 يلعب بذات الأداء والجدية أمام السنغال وهولندا. نقلب على لقاء هولندا والسنغال في ذات المجموعة الأولى. اللي بيشوف النتيجة 2-0 لهولندا بيقول لك هولندا فرضت عضلاتها على السنغال، وهذا وهم وغير صحيح. السنغال كانت الأفضل أغلب فترات المباراة، وهددت واقتربت ووصلت، ولكن سوء اللمسة الأخيرة ورعونة التصرف على حدود منطقة الجزاء. قبل ما أكمل كلامي عن هولندا والسنغال، في عندي سؤال، هل أنت مشجع محترف؟ هل بتعرف تشجع أصلاً؟ فودافون قطر الآن تقدم أكاديمية المشجعين بالتعاون مع أشهر المشجعين اللي بيخلوك تعرف أسرارهم ومهاراتهم وكيف تكون أفضل مشجع على الإطلاق. اتعلم كل شيء يا أخي. فعلاً في عندهم نجوم ومشاهير في عالم التشجيع. اسمع مثلاً المشجع التونسي رضا الفيل المعروف بإطلالاته المميزة، خاصة الرسم على الوجه والجسم. وعلى فكرة في كمان النجم الكاريبي الشهير الكل والمعروف بلقب بيردمان الأسطوري، هذا مشجع مميز جداً بلبسه. وعلى فكرة هذا الكل وضع شهادة القانون على جنب ليصبح أكبر المشجعين لفريقه ويجذب الأضواء بإطلالاته. أو فن التشجيع والموجب على المشجع المكسيكي المخلص كاراميلو اللي حضر أكثر من 450 مباراة مع منتخب بلاده حتى الآن. يا عفو الله، عفوش يعني 450 مباراة، يعني أكثر من 30 سنة. بدي منك الآن ثلاث أشياء. واحد، هحط لك رابط التسجيل على موقع في الوصف وفي أول تعليق، سجل الآن. اثنين، تابع الحصة التعليمية لتصير مشجع جبار. ثلاثة، قم بالإجابة على الأسئلة القصيرة من أجل فرصة الحصول على جوائز قيمة من فودافون قطر. بالمقابل هولندا مع فان جال لم تدخل المباراة بشكل جيد. اعتمد فان جال فكرة قلوب الدفاع الثلاثة، فخسر لاعب في الخطوط الأمامية كان ممكن يشكل عنصر ضغط على السنغال. بس الحلو في هولندا هو عامل الحسم حتى وهي مش ولا بد، ولكن بتفوز. طبعا كرة القدم قائمة على الأخطاء، بس الغريب لما تكون الأخطاء من لاعب المفروض إنه نجم كبير في منتخب بلاده فيتحول هو للعنة وقد حلت على بلاده. الحارس إدوارد ميندي المصنف كأفضل حارس في العالم لعام 2021 قضى تماما على منتخب بلاده بخطأين لا يغتفران في نهاية المباراة، دمر مجهود فريقه اللي صمد 84 دقيقة حتى باتت نقطة التعادل قريبة، وفجأة انتهى كل شيء. الهدف الاول للنجم الرائع اللي سبق ومدحته هون في البرنامج قبل عدة حلقات، جاكبو، تمريره طويله من روائع فرانكي ديونغ، فخروج خاطئ غير محسوب وبعدم احساس بالمسؤوليه. يخرج مندي ويطلب من زملائه الابتعاد، وفجاه جاكبو يسبق على الكره ويسجلها براسه في الشباك الخاليه. والهدف الثاني خطا من لاعبي الوسط والثمن غالي، تسديده ضعيفه من بيرخ فاين، عجز مندي عن التصدي لها وردها على باب مرماه لدافي كلاسن ليسجل الهدف الثاني. مجهود منتخب انتهى بلحظات. في المجموعه الثانيه شفنا لقاء الاهداف الثمانيه، انجلترا تسحق إيران 6-2 في استاد خليفة الدولي. إنجلترا بعد 35 دقيقة بدأت تساورنا الشكوك حول هذا المنتخب، هل فعلا إنجلترا قادر على تقديم مونديال قوي؟ 35 دقيقة من الصمود الإيراني الجميل أمام منتخب إنجليزي ما فاز في آخر 6 مباريات، 3 هزائم و3 تعادلات في دوري الأمم الأوروبية وحلول في المركز الأخير على المجموعة. إيران صامدة وما زالت تقاتل، وفجأة بدأ العداد يعد، 3 أهداف إنجليزية في ظرف 10 دقائق، أطاحت بالحلم الإيراني. فجأة كشر الإنجليز عن أنيابهم وشفنا منتخب مخيف ومغاير تماما. هل هي قوة انجلترا ام سوء المنتخب الايراني؟ كملوها في الشوط الثاني بثلاث اهداف اخرى، ولكن المنتخب الانجليزي تلقى هدفين، واحد من كرة ملعوبة والاخر من ركلة جزاء، والخصم هو ايران. هذا بيفتح مجال للتساؤل، هل انجلترا عصية عن التسجيل في شباكها؟ هل المنتخب قوي هجوميا وسهل ضربه دفاعيا؟ انا قبلها بيوم كنت ضيف قنوات بي ان سبورت فسالوني كم تتوقع النتيجة، قلت 3-1، قلت ايران ستسجل لسببين اثنين، قوة هجومها بحضور الهداف مهدي طارمي ولضعف الدفاع الانجليزي، فعلى انجلترا ان تحذر. لكن مع ذلك المنتخب الإنجليزي أبان عن شخصية قوية، تكتيك عالي الجودة من ساوثجيت بمنحه ميزات هجومية لبيلينغهام ودفاعية لديكلان رايس، فضل رحيم ستيرلينغ على غرينتش وفودن وما خاب بقراره. غريب أنه 6 أهداف ولا واحد منهم لهاري كين. الجميل في إنجلترا أنه حتى البدلاء سجلوا، فالخامس والسادس سجلهم غرينتش وراشفورد بعد نزولهم من الدكة. مزيج رهيب بين لاعبي الخبرة والشباب في المنتخب الإنجليزي. هل هي سنة الإنجليز؟ يا أخوان تخيلوا أن ماغواير الضعيف صنع الهدف الثاني لساكا. الإيرانيين أصلا قويين ومتميزين بالألعاب الهوائية قوتهم بدنية، ومع ذلك الإنجليز تفوقوا عليهم تماما. وهذا كان أحد أسرار قوة المنتخب الإنجليزي في مونديال 2018 بالمناسبة، كسب الحوارات الهوائية والبدنية. على فكرة في الشوط الأول انحسبت 14 دقيقة وقت بدل ضائع بسبب إصابة حارس المرمى الإيراني بيرفان، وهذا هو أكبر عدد دقائق يحسب في تاريخ بطولات كأس العالم. بس ما لا يعلم الكثيرين أنه في هاي البطولة سيتم احتساب كل شيء بالثواني، حتى لو طلعت الكرة تماس أو ضربة مرمى كل شيء يحتسب. ولذلك جالسين نشوف أوقات بدل ضائع بالتسع والعشر دقائق، نظام يعمل به لأول مرة. في اللقاء الأخير بين
امريكا وويلز التعادل كان سيد موقف 1-1 في استاد احمد بن علي. برايك كانت اجمل مباراه في البطوله حتى الان؟ شوط اول امريكي بامتياز وشوط ثاني ويلزي باستحقاق. امريكا ابهرتنا في الشوط الاول بسرعه تناقل اللعب وتنوعه، حشروا بلاد الغال في مناطقهم، لعبوا عليهم في العمق وعلى الاطراف، سويتشات رائعه شفتها بين الاظهره والاجنحه في المنتخب الامريكي، وفي خط الوسط لا مركزيه، ادمز وماكيني وموسى، حاول تمسك واحد منهم، اشباح تتناقل في كل ارجاء الملعب، تمسك مين ولا مين؟ وبوليسيتش كان نجم لامع في الشوط الاول وتوج مجهوده بصناعته لهدف منتخب بلاده الاول، هذا الهدف اللي سجله تيموثي ويا. مين هو ويا هذا؟ هو ابن الاسطوره الليبريه ورئيس جمهوريه ليبريا حاليا وافضل لاعب في العالم 1995، كاول لاعب يحصدها من خارج القاره الاوروبيه واول واخر افريقي اصلا توج بها، بس ابنه امريكي رسميا. في الشوط الثاني مدرب المنتخب الويلزي روبرت بيج دفع بالعملاق كيفر مور صاحب البنيه الجسديه الضخمه ب 196 سنتيمتر، والمطلوب من مور شيء واحد فقط، ان يقتنص براسه كره واحده في الشباك الامريكيه، الكل يلعب لاجل مور، الكرات كلها طويله لهذا اللاعب المحطه في الامام، الهوائيات له والركنيات له، ضغط رهيب وعجيب من ويلز الى ان نالوا مرادهم بركله جزاء تحصل عليها بيل وسجلها بنفسه. تعادل عادل جدا بين منتخبين متكافئي القوى وراح يتنافسوا مع بعض على البطاقه الثانيه من المجموعه. احكوا لي في خانه التعليقات شو رايكم بحفل الافتتاح واداء المنتخب القطري ومين افضل لاعب في اول مجموعتين. انا بختار إنير فالنسيا. انتوا شو رايكم؟ الاحتراف التشجيع مع اكاديميه فودافون قطر، سجل الان من رابط ثبت لك في الوصف في اول تعليق. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم. اللي ما شاف البلوج التاريخي لافتتاح كاس العالم واللي صار فيه يشوفوا من هون الان.